السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دكتور محمد غزال في قناة غزال أكاديمي، ونشرح النهاردة فيديو عن الأكشن بوتنشيال، الكهروية في الجسم. طيب، دي خلية في حالة البولاريزد ستيت. خلية في حالة البولاريزد ستيت يعني ايه بولاريزد ستيت؟ يعني حالة الريست، حالة الراحة، حالة الاستقطاب. الخلية في حالة الراحة في الجسم بتكون جوه سالب اكتر بره موجب اكتر، بيكون جوه فيه بوتاسيوم اكتر بره صوديوم اكتر. يعني الخلية في حالة الراحة سالب جوه موجب بره، بوتاسيوم جوه صوديوم بره. طيب لما بيعدي بيمر اكشن بوتنشيال، لما يمر النيو ترانسميتر يسبب اكشن بوتنشيال، يحصل ايه؟ تبدا تفتح قنوات الصوديوم، الصوديوم ده اللي بره يبدا يدخل لجوه، الصوديوم اللي هو الموجب بيدخل جوه، فبالتالي الموجبيه بتزيد جوه لان الصوديوم موجب، يبدا الصوديوم الموجب يزيد جوه، وبالتالي تلقائيا طالما الموجب دخل جوه السالب بره بيزيد، لان هو كان في بره موجب كتير وسالب شويه قليلين، دخل موجب جوه فبالتالي السالب نسبته بره بتزيد، فبنبدا تتعاكس العمليه. يحصل ايه؟ دي بولاريزيشن. يعني ايه كلمه دي؟ دي جايه من ديليت، يعني ازاله لحاله الراحه، يعني الخليه فيها كهربيه، الاكشن بتنشا دخل جوه الخليه، بيسموها دي بولاريزيشن. سببها الصوديوم انفلكس، ان يعني دخول الصوديوم جوه الخليه. طيب هل ينفع الخليه تقعد دايما متكهربه؟ لا طبعا، الخليه بتكهرب فتره وبعد كده الكهربيه بتمشي من الخليه تاني. طيب فبالتالي عايزين ان الخليه ترجع تاني جوه سالب بره موجب. ازاي؟ هتقول لي بسيطه، الصوديوم اللي دخل جوه ده نخرجه. اقول لك لا، ما مش بالسهوله دي، الصوديوم بيدخل من بره لجوه بسهوله، انما مش بيخرج بسهوله، لان الصوديوم بره اكتر من جوه، فبالتالي هو بيدخل مع قانون التركيز، ان الصوديوم بره كتير فلما تتفتح القنوات يدخل جوه بسرعه، انما صعب انه يخرج، فبالتالي مين بيخرج؟ بيخرج البوتاسيوم. كان عندنا جوه بوتاسيوم من الاول من البدايه، فبالتالي البوتاسيوم بيخرج، تبدا تفتح قنوات البوتاسيوم، البوتاسيوم يخرج بره. البوتاسيوم ده موجب، فبالتالي الموجب ده بيبدا يقل من الخليه، لما يخرج بره يبدا يقل من الخليه وترجع الخليه، الخليه السالبيه بتزيد جوه، وبالتالي الموجب بيزيد بره لان الموجب البوتاسيوم خرج لبره، فبالتالي الخليه بترجع لحاله البولاريزيشن تاني من تاني، فبيحصل حاجه اسمها ري، يعني الرجوع الى البولاريزد ستيت، ري بولاريزيشن. سببها خروج البوتاسيوم، بوتاسيوم افلكس، افلكس الاكزيت، خروج البوتاسيوم. طيب لو البوتاسيوم ده قعد يخرج بصوره كبيره جدا، لان البوتاسيوم جوه اكتر، فلما تفتح البوابات بيخرج مع التركيز لبره، فلو خرج البوتاسيوم بصوره اكبر واكبر، فتلاقي التركيز بره الموجب بيزيد جدا والسالب جوه بيزيد اكتر من الاول، فبيحصل ايه؟ الخليه بتريح على الاخر، بيحصل هايبر بولاريزيشن، زياده في حاله الراحه، زياده في حاله الراحه. بعد كده احنا عايزين الخليه ترجع لحاله الراحه من تاني، وعايزين كمان الخليه ترجع لحاله الراحه، بوتاسيوم جوه اكتر صوديوم بره، يعني ما ينفعش تقف عند المرحله دي تقول لها ما هو جوه سالب بره موجب، دي حاله الراحه اللي جاينا في ريبولاريزيشن. اقول لك ايوه، بس جوه صوديوم كتير، والصوديوم ما ينفعش يقعد في الخليه، لان الصوديوم عارفين انه بيسحب الميه ناحيته، فبالتالي لو قعد في الخليه، الخليه بتسحب بتعبي ميه، بيحصل لها ربشر بتنفجر، فبالتالي عايزين نرجعها
جوه سالب بره موجب، بره موجب بس بايه؟ ان جوه بوتاسيوم بره صوديوم. فبالتالي في حاجه عندك هنا الشانل بيسموها صوديوم بوتاسيوم بام، صوديوم بوتاسيوم اي تي بيز بام، يعني مضخة تستهلك اي تي بي طاقة عشان تعمل ايه؟ عشان تخرج الصوديوم ده لبره والبوتاسيوم ده اللي بره بتدخله تاني جوه، يعني بترجع الخلية زي الاول، سالب جوه اكتر موجب بره اكتر، ومع ايضا ان البوتاسيوم بيكون جوه اكتر وبتخلي الصوديوم بيرجع لبره من تاني، ده عن طريق الصوديوم بوتاسيوم بام. تعال نوضح اكتر في رسم بياني. هنا خلية، الخلية في حالة الراحة عامة بتكون تقريبا سالب 80 ملي فولت، مش كل الخلايا نفس الشيء، في اللي سالب 70 في اللي سالب 90. طيب يعني ايه سالب، يعني ايه سالب 80؟ 80 ملي فولت دي يعني بيقولك ان الفرق بين الايونات السالبة جوه والموجبة 80 ملي. طب ايه السالب دي بقى؟ السالب نسبة الى ان الشحنة السالبة جوه اكتر. طيب فدي خلية، تعالى نسمع رسم البياني هنوضحها اكتر. طبعا دي خلية في حالة، كانت في حالة الراحة عند السالب 80 وليكن سالب 80، بدأ يدخل صوديوم في مرحلة depolarization، صوديوم دخل لجوه فزود الموجب جوه الخلية، فبالتالي الخلية تتجه ناحية الموجب، يكون مثلا وصلت لحد سالب 25، سوري موجب 25 عن طريق سببها صوديوم influx، يعني دخول الصوديوم. فبيعمل ايه؟ بيعمل حاجة اسمها depolarization. طيب بعد كده قلنا البوتاسيوم بيخرج، فالبوتاسيوم ده موجب، لما يخرج تبدأ الخلية ترجع لحالة الراحة من تاني، اللي بيسموها سببها كان بوتاسيوم افلكس، فدي بيسموها repolarization. طيب لو قلنا البوتاسيوم خرج بصورة أكبر، فهتلاقي الخلية بتوصل لسالب 90 مثلا أو سالب 95، لأن بتخسر موجب أكتر وأكتر، فدي برضه سببها البوتاسيوم إفلux، بس بيحصل حاجة اسمها hyperpolarization. طيب قلنا الخلية بعد كده بترجع للطبيعي من تاني، بترجع سالب 80 من تاني، قلنا عن طريق حاجة اسمها صوديوم بوتاسيوم اي تي بيز بام، دي بتظبط الخلية من تاني وتخرج الصوديوم وتدخل البوتاسيوم. فأول حاجة depolarization مسؤول عنها الصوديوم، repolarization and hyperpolarization مسؤول عنهم البوتاسيوم افلكس. حاجة أخيرة في الكاردياك مسل، دي بيحصل في أي مسل عادية، وإنما في الكاردياك مسل حاجة كده خاصة بالكاردياك مسل اسمها الكالسيوم أيونز. يعني إيه؟ لو دي خلية كاردياك سيل، خلية هار، خلية فيها الهار، قلنا فينا صوديوم بام، هنا في بوتاسيوم، سوري صوديوم اتشانل، بوتاسيوم اتشانل، قلنا بيدخل الصوديوم جوه بيعمل
بيعمل ايه؟ بيعمل ديبولاريزيشن. لو اي خليه عاديه بيحصل ايه؟ البوتاسيوم بيخرج بره فيعمل ريبولاريزيشن. وانما هنا في حاجه جوه هنا اسمها في الساركوبلازم ريتيكليوم، في حاجه اسمها الساركوبلازم ريتيكليوم دي زي الاكياس معبايه بالكالسيوم ايونز. لما الصوديوم يدخل جوه يخبط في الكالسيوم فيسبب خروج الكالسيوم. الكالسيوم بيخرج من الاكياس دي للخليه فيسبب حاجه كده اسمها البلاتو. يعني ايه؟ عندك كده خلية قلنا هنا سالب 80 50 زيرو موجب 25. قلنا الخلية مثلا لما بتكون عند السالب 80 يدخل صوديوم يخليها توصل لمرحلة الموجب عن طريق حاجة الديبولاريزيشن. قلنا في الطبيعي كان يحصل ايه؟ يخرج بوتاسيوم ينزلها للسالب تاني. وانما هنا بين حاجه اسمها ريبولاريزيشن، انما هنا في بين الريبولاريزيشن والديبولاريزيشن بين الكهربيه كهربيه الخليه ورجوع الخليه حياتها الطبيعيه من تاني في حاجه بتحصل. ايه هي؟ هنا لما يبدا البوتاسيوم يخرج، هنا البوتاسيوم بيخرج يبدأ يحصل ايه؟ الصوديوم دخل ده بيخرج كالسيوم من الأكياس اللي هنا دي يخرجها للخلية، فبالتالي بوتاسيوم بيخرج بره في كالسيوم بيعوض وجوده، فبالتالي الخلية بتثبت عند مرحلة كده فيها البوتاسيوم يخرج يدخل كالسيوم يعوض خروج البوتاسيوم، فبالتالي الخلية بتقعد في حالة كده من الراحة فترة معينة بيسموها البلاتو. بلاتو سببه أيونات الكالسيوم. لحد فترة معينة الكالسيوم شانل بتقفل ويحصل ايه؟ ترجع بقى الخلية البوتاسيوم يخرج من تاني ويكمل ويعمل ريبولاريزيشن. طب ايه فايدة البلاتو ده؟ ايه فايدة البلاتو؟ عندنا الهارت كان فيه ده الرايت اتريوم ده الليفت اتريوم وده الرايت فينتريكل والليفت فينتريكل. ما ينفعش اما الفينتريكل انت احنا عارفين ان الرايت الاتريوم دول بيعبوا الدم في الفينتريكلز، ما ينفعش الفينتريكلز دول لما بيتكهربوا ويضخوا الدم ما ينفعش يقعد يتكهربوا فترة متقاربة من بعض. لازم الفنتركل ياخد فترة يريح فيها اللي هي البلاتو عشان يعبي دم بعد كده يتكهرب من تاني. فالبلاتو دي فترة الهارت بيقعد فيها ساكت عشان يعبي الدم بعد كده يضخه مرة تانية. سببها ايه؟ سببها الكالسيوم ايونز. في حاجه اخيره انت تعرفها في الاكشن بوتنشال، حاجه اسمها الثريشولد. يعني الثريشولد هي the minimum amount of action of energy or action potential، اقل كميه من انرجي اللي تقدر جنريت اكشن بوتنشال. يعني ايه؟ يعني الخليه دي يقول لك عشان قنوات الصوديوم تفتح عايزه اقل حاجه مثلا 70 ملي فولت. ال 70 ملي فولت دول هم الثريشولد، اقل كميه من الكهربيه تكفي لدخول الاكشن بوتنشال جوه الخليه، تكفي لفتح قنوات الصوديوم عشان الاكشن بوتنشال يعدي جوه الخليه. ده الثريشولد. ده كان باختصار الاكشن بوتنشال. يا رب تكونوا استفدتوا واشكركم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.